السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هيبقى في استكمال لموضوع كنا بدأناه عن A wonder among the most popular 17 gene types، أو جولة بين أشهر 17 نوع من الجينات. وهذا هو الجزء الثاني في هذا الموضوع الهام عن جين تايبس. والحقيقة أن الجزء الأول كنا استعرضنا بعض الأنواع من الجينات، والجزء الثاني بنكمل هذه الأنواع الشهيرة من عالم الجينات. الجزء الأول يمكن الرجوع إليه من خلال قناتي على اليوتيوب باللوجو والأكاونت اللي ظاهر أمام حضراتكم. فلنبدأ الآن إن شاء الله. وباستكمالنا لتايبس اوف جينز بنصل إلى النوع الرابع من أنواع الجينات اللي هو سودوجينز. سودوجينز وتعني الجينات الكاذبة أو الغير حقيقية. They are similar or homologous to functional protein coding genes. هي متشابهة وجينات متماثلة مع جينات تشفير البروتين الوظيفية اللي بتحمل شفرة وراثية لتكوين البروتينات. But هنا بقى في الاختلاف. They can't produce a functional protein. ما تقدرش انها تكون البروتين الوظيفي اللي هو المطلوب في الخلية. That is due to a disordered open reading frame. بسبب في خلل في بيسموه open reading frame اللي هو إطار القراءة المفتوح، اللي هو هنا مش معناه بالمعنى الحرف ده، لكن هنفهم ما معنى ORF الابريفيشن الخاص به. طيب ده هيبقى similar لإيه؟ similar to RNA encoding genes but can't produce an RNA transcript. يعني ده بالضبط السودوجينز، بتشبه الجينات الخاصة بتشفير الحمض النووي اللي هو الرسول ده أو المرسال، ولكن لا تستطيع أنها تنتج نسخة من هذا الـ mRNA. يعني هي شبيهة بالتشفير الـ RNA، لكن عندما يكون غير حامل أو غير قادر على أنه ينتج RNA، يحمل الشفرة ولكنه لا ينتج الـ RNA. كذلك هنا يحمل شفرة ولكن لا ينتج بروتين اللي هي السودوجينز. طيب عشان نوضح ايه سبب المشكله في اللي احنا قلنا على disordered open reading frame او الـ ORF. الـ ORF بتعني ان molecular genetics open reading frame ORF is the part of a reading frame that has the ability to be translated. يعني في علم الوراثه الجزيئي بنقدر نقول عليها الـ ORF انها جزء من اطار القراءة اللي بيبقى له القدرة على الترجمة. الـ ORF ده بقى هنفهم begins with start codon usually AUG and ends at the stop codon usually UAA or UAG or UGA. أي أنه هو الجزء اللي موجود ما بين الشفرة، بداية الشفرة start codon، والجزء وينتهي بالجزء اللي هو الشفرة، إيقاف الشفرة اللي هو الجزء اللي هو في الآخر اللي بيبقى UAA أو UAG أو UGA. يعني هو الـ ORF هو الجزء المحصور ما بين البداية، شفرة البداية وشفرة النهاية، ده الـ ORF. لما بيحصل فيه بقى disturbance معينة بيؤدي هذا لأن يبقى ما عندوش القدرة على أنه ينتج البروتين المطلوب. طيب So they are non-functional genomic sequences. طبعا هي تعتبر تسلسلات وراثية جينومية غير وظيفية.
that resemble functional genes هي صحيح شبه ال functional genes but are not able to produce functional products ما لكن ما بتكونش المنتجات الوظيفية زي ما قلنا due to هنقول بقى ال reasons هنا nonsense codons deletions insertions and deactivation of promoter regions such as many snRNA genes they are also called defunct relatives of functional genes مناطق بيحصل في مشكلة معينة أسباب تكون هذه السودو جينز إنها غير قادرة على إنتاج منتجات وظيفية بسبب وجود النونسنس كودونز اللي هي الشفرات اللي هي عديمة الأهمية والقيمة للخلية أو الديليشنز موضوع الحذف أو الانسيرشن إدخال أو إدماج أو إن بيحصل حالة وقف لنشاط البروموتور ريجونز عن طريق مثلا الـ SNRNA جينز نفهم بقى مع بعض عندي مصطلحين دلوقتي ظهروا ليا وأنا بفسر هي النون سنس كودونز والـ SNRNA جينز بالنسبة للنون سنس كودونز هي R1 of the mRNA sequences UAA, UAG, UGA that signal the termination of the translation يعني أنا دلوقتي لما بيبقى عندي الشفرة الوراثية بتبقى دايما في الآخر في عندي حرف ثلاث حروف دول احنا عارفين احنا الجيناتيك كودون بتبقى تريبل نيوكليوتايدز طيب التريبل نوكلوتايز زي الـ UAA والـ UAG والـ UGA اللي هما بيبقوا دايما تيرمينال للشفرة تيرمينال على الحرف على الطرف الأخير فبالتالي المنطقيا ان كل ثلاث حروف من دول هيتحولوا ويحصل لهم عملية ترانسليشن الى سبيسيفيك امينو أسيد هنا في الحالة ده هي مجموعة النونسنس كودونز نقصد بها اللي هي الـ الكودونز اللي مش هيحصل لها ترانسليشن ولكن بيتظل في الآخر دلالة على انتهاء الشفرة يبقى كأني بقول الشفرة انها بدأت ب سبيسيفيك كودون اللي غالبا AUG للميثيونين أمينو أسيد بينما لما تنتهي بتكون بتنتهي بواحد من الثلاثة اللي قلنا عليهم موضحين أمام حضراتكم ودول معناهم ان الشفرة انتهت التسلسل بتاعها وان كده خلص تسلسل الـ mRNA sequence وعليه هذا الجزء اللي ما بين شفرة البداية وشفرة النهاية ان هم دول اللي يتحولوا الى الـ specific protein او الـ function protein اللي هو مطلوب في تكوينه في الخلية طيب يبقى انا عندي في nonsense codons ان اقصد بها الـ terminal sequence اللي هي مش هيحصل لها عملية translation بل هتظل كما هي وبالتالي these codons for which no normal tRNA molecule exists يعني انا مش متوقع بقى ان انا الاقي لها tRNA الناقل اللي هو هيبقى موجود في السيتوبلازم علشان يشيل ويبقى كارير للامينو اسيد سبيسيفيك امينو اسيد لكل شفره بما ان دول شفراتهم ليست مطلوبة في تكوين أمينو أسيد معينة بالتالي tRNA غير موجود يحمل لها هذه الأمينو أسيد لأنها already غير مطلوبة في الخلية طيب في expression تاني برضو قابلنا اللي هو كان في عندي اللي هو snRNA genes لما قلنا أن ممكن يحصل deactivation of promoter regions such as many snRNA RNA genes الـ SNRNA genes هي الـ human small nuclear RNA الـ abbreviation بتاعها SNRNA genes which encode SNRNAs that are involved in RNA processing reactions such as mRNA splicing الفكرة ببساطة ان انا عندي
في النورمال العادي بقى لما نتكلم عن النورمال جينز بتبقى عباره عن سيكونسز على الدي ان ايه الخاص بالكروموسوم ودي ريجونز معينه. هذه المناطق اللي خاصه بالجينز كل جين منهم بيبقى بيحتوي على alternatives من حاجتين اكسونز اند انترونز. الاكسونز دي اللي بتبقى الاكتيف كودونز والانترونز بتبقى نون اكتيف كودونز. طيب يوم يجي يحصل عندي اللي يتكون عندي ماسنجر ان ايه في عمليه طبيعيه عادي انا بنتكلم في الحاله الطبيعيه نورمال يوم يحتوي عندي عمليه ترانسكريبشن ايضا على بما ان الدي ان ايه يحتوي على الاكسونز انترونز كذلك الام ار ان ايه اكسونز انترونز. لكن بتحصل بروسيس كده معينه اسمها ار ان ايه بروسيسنج ويتم فيها ديليشن اوف انترونز وريمين اوف اكسونز. سو ذيس اكسونز بايند توجذر ان ذا بروسيس ويتش از كولد سبلايسنج. العمليه دي هي بتتم تحت كنترول بعض اجزاء من البروتينات اسمها سبليسيوسومز ودي دورها انها بتربط ما بين الاكسونز وبعضيها وبيحصل عمليه ديليشن للانترونز وبالتالي تبقى الكودونز ورا بعضيها كودونج ريجونز والنون كودونج ريجونز بيحصل لها انها تتخلص منها الخليه. دي العمليه دي طبيعيه. طيب نشوفها بقى في حاله الاس ان ار ان اي جينز بيقول لي which encodes s and rna that are involved in rna processing reactions such as mrna splicing. الجينات الخاصه بال s and rna والتي تقوم بتشفير s rna s التي تشارك في تفاعلات او ما يسمى معالجه الRNA عن طريق عمليه الربط بين mrna. فبالتالي السمول نيوكلير ار ان اي جينز اللي هي اصلا المفروض بتروح مع عمليه الايه الام ار ان اي سبلايسنج في او خطوه الان ار ان اي سبلايسنج في عمليه الار ان اي بروسيسنج بالتالي هي ملهاش دور. وعلى هذا الاساس السودو جينز من جزء من اساسها الجزء الخاص ب الأجزاء الخاصة بالإس إن آر إن إيه جينز اللي هي حيتم إنها استبعادها من خلال عملية الإيه الآر إن إيه بروسيسنج ثم الإم آر إن إيه سبلايسنج. ده يعني من حيث المصطلحات اللي ذكرت في الفيجر اللي أمام حضراتكم. والشكل ده بيبين لي الكومن ديفيكتس أوف سودو جينز. ايه اللي ممكن يؤدي الى حدوث هذه السودو جينز من ضمن الخطوات والاسباب ميسنج بروموتر ما يبقاش في جزء الخاص بالبروموتر وهنعرف وظيفته في الجزء القادم ميسنج ستارت كودون ما فيش برضو فقد الجزء الخاص ببدايه الشفره فبالتالي الدنيا مش واضحه فين بدايه وفين النهايه وبالتالي ممكن نقول ايضا يقابل الميسنج ستارت كودون في الاخر خالص بارشال ديليشن برضو في جزء بيه لان انتوا عارفين الشفره بتنتهي التيرمينال ريجونز بتبقى بولي ادينين ممكن تكون جزء منها ما يتكونش وبالتالي ده بيعمل ديفكت ويكون ما يسمى بسودو جينز. ممكن ايضا الفريم شيفت اللي احنا قلنا عليه الخاص بالاو ار اف البريماتور ستوب كودون البريماتور ستوب كودون اللي هي ان لسه الستوب كودون لم يتكون بالشكل المطلوب علشان يتم عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن المطلوبين في الخليه. ميسنج انترونز او فقد الانترونز بشكل مسبق غير عمليه الار ان اي بروسيسنج يعني هو نفسه على الجين نفسه مش على الار ان اي لأن هو بيظل جزء بيعمل كيبينج للفريم
الخاص بالجين وهو موجود بداخل الايه شفرة الـ DNA. الحياة دي حد فكرني كان بيها وكان كاتبها بشكل لطيف احد علماء الرياضيات، فبيقولك ان الانترونس دي بتبقى عاملة زي بالضبط لما بتيجي انت تشوف الارقام الموبايل او ارقام التليفونات التليفون الثابت، تلاقي ان في ارقام مثلا بتنتهي ب 72، رقم 72 73 76 الله، طب فين 74 وفين 75؟ قالك دي أرقام بتستخدمها الكمبيوترز الخاصة كده بتعمل على حفاظ على بقية الأرقام التانية اللي بتكون فانكشنال. فكأن الانترونز هو الأرقام اللي في التليفون الغير فعالة اللي لا يستخدمها المشترك في خدمة اتصال التليفون. فكأن الانترونز دي ليها وظيفة في الحفاظ على الهيكل العام للجين، ولكن ليس لها دور بقى في الترجمة البروتين المطلوب. بالتالي تيجي بقى خطوة هي بيحصل لها نسخ لكن بيحصل لهاش عملية ترانسليشن. فأرجو أنها تكون واضحة الصورة بالنسبة لكم لأنها هامة للغاية التفسير ده، لأني بسأله كتير. Now we will be dealt with some recently integrated subjects about the molecular mechanism of pseudo formation by clearing the following figures, so be attention please. In the beginning, the first figure showing that pseudo genes can't be translated into proteins, so they were once considered to be junk genes. يعني طبعا في البداية بنقول استكمالا لما سبق ان ترجمة الجينات اللي هي اللي سميناها سودو جينز او الجينات الكاذبة او الزائفة انها لا تترجم الى بروتينز. ممكن نقدر نعتبرها جينات جانك يعني غير مهمة. However, during the past decades, it is found that pseudogenes regulate parental genes mainly via their transcripts. لكن وجدنا بقى في الدراسات الحديثة أن الجينات الزائفة دي بتقوم بعملية تنظيم الجينات الأخرى الرئيسية بشكل رئيسي من خلال عمليات النسخ، أو أنها تقوم بنسخ نفسها. هنشوف إزاي الحاجات دي كلها بتتم. Expressed pseudogenes may be transcribed to form antisense RNAs. الحقيقة بقى أن الانتيسنس RNAs ممكن أنا متناوله في الفيديوز الخاصة بـ types of RNAs، لأنه من الموضوعات الهامة اللي فيها لبس كتير قوي للأسف، ويعني إما بتدرس في كثير من الأحيان خطأ أو لا تدرس بالمرة رغم أهميتها الشديدة زي ما هنعرف دلوقتي. Antisense RNAs which may complement with the transcripts of the parental genes to generate double strands dsRNA or complemented strands leading to change in expression of parent genes or resulting in destabilization of messenger RNA from the parental genes. بنلاقي ان ليها دور قلنا من خلال انها هذه الجينات بتقوم بعملية نسخ لنفسها. فهذه الجينات عندما تنسخ نفسها وبتكون ال RNA اللي هو هيعتبر في الحالة دي anti RNA، فبيعمل complementary و matching مع ال RNA اللي هو transcripts الأصلي الأوريجينال، فالاتنين بيتحدوا مع بعض وبيكملوا مع بعض ويكونوا لي double strands
اللي هي دي اس ار ان اي، وبالتالي ده بيغير في الاكسبريشن لهذه الجينات وبيعمل حالة من ديستابلايزيشن، عدم الاستقرار والزعزعة في الام ار ان اي اللي ناتج من الجينات الرئيسية الأبوية. طيب احنا في الحقيقة لازم نقول ان في recent case studies have established essential and coordinated rules of both pseudogenes، وفي نوع تاني كمان بجانبها اللي هو LNCRNAs اللي هو long non-coding RNAs، ليهم دور السودوجينز والاي والLNCRNA في عمليات كثيرة أهمها في الدراسات الحديثة أثبتت هذا في development human diseases and for recent evolutionary origins of metazoans systems. وفي طبعا أبحاث وبيبرز حديثة كثيرة تتكلم على الناحية والمنشأ التطوري، بجانب أن لها دور في عمليات الـ development السودوجينز السودوجينز والـ LNCRNAs اللي هم مجموعات long non-coding RNA، كمان لها دور كبير قوي في besides the regulation role in gene therapy and drug delivery، لها دور في عملية العلاج الجيني وإزاي بنعمل عملية توصيل الأدوية للتارجت أورجن دون أن يحدث تأثير لأعضاء أخرى. فدي الحقيقة مشروحة أكتر في موضوعين، في الجين ثيرابي وأيضا في عملية الدراج دليفري الخاص بالجزء الخاص بالبيوتكنولوجي. طيب أنا عندي دلوقتي أهمية هذا الجزء زي ما أنتم شايفين كده في الفيجر أهو أمام حضراتكم، بيبين لي عملية إزاي بيتتكون الأنتيسنس ودورها في إنها بتعمل نقدر نقول أيوة زي ما حضرتك شايفين كده دوبلكس فورميشن، وبالتالي فبيحصل لعملية الترانسليشن بلوكينج، يعني فلما يتوقف عملية الترانسليشن مش هينتج البروتين المطلوب في الخلية. هي الحقيقة ان الانتسنس موضوع كبير وانا مش عايز استغرق فيه قوي بحيث ان هو يغطي على بقية الانواع من الجينات. In this concern pseudogenes may form endogenous small interfering siRNAs. هنا بقى معلش عايزين نربط ما بين الانتسنس RNA والنقطة اللي جاية دي. طيب أنا عندي may form pseudogenes may form endogenous small interfering siRNAs، إزاي بقى؟ إزاي هتكون عندي أجزاء صغيرة داخلية متداخلة فين بقى؟ ما بين التو ستراندز اللي احنا اتكلمنا عنهم الخاصين بالأنتيسنس، الأنتيسنس اللي جاي من السودوجينز والسنس mRNA اللي هو حصل له ترانسكريبشن من البيرنت جينز اللي هي التمبريت جينز. طيب لما حصل الماتشنج ده when the double strand RNAs اللي هم اللي كونوا دول between pseudogene transcripts اللي احنا قلنا عليها اللي هي في صورة antisense and their parent transcripts اللي هي النسخة اللي هي تم نسخها من الجين الأصلي التمبلت اللي عندي، فممكن ما بين التو سترانز دول تتكون يحصل عندي نسخ لأجزاء صغيرة بنسميها أجزاء صغيرة من الـ RNA المتداخل ما بين التو سترانز دول. طيب
أو السبب تاني ممكن برضو يؤدي هيؤدي إلى حدوث برضو خلل في عملية التكوين الـ mRNA اللي احنا قلنا عليها destabilization of mRNA. بيقولها لي بقى ازاي؟ بيقول لي ايه؟ or repetitive sequences of pseudogene are sliced by endonuclease. ال repetitive sequences اللي هي ان يحصل تكرارات من التسلسلات من الجين من الجينات الزائفة دي عن طريق انها بيحصل لها سلايز كده تتمزع او تتقطع الى قطع شرايح بواسطة انزيم الاندونوكليز اللي هو الشهير بريستريكشن انزيمز. في عندي اكسو وفي اندو. يبقى أنا الجزيئات الخاصة بتكرارات من السودوجينز هتؤدي إلى برضو تكرارات من الـmRNA، فبتؤدي إلى نفس النتيجة برضو نفس الحكاية، هيحصل فيه disturbance في المنتج النهائي للـmRNA. طبعا كون الحكاية دي تحصل بrestriction enzymes معينة دي قصة تانية، لأن في عندي الريترو فيروسز بتتدخل برضو فكرة عملها مع الدي ان اي والار ان اي الخاص بخليه الهوست سيل، ودي ليها شرح اخر يعني. طيب ذيس اس اي ار ان ايز اللي احنا سميناه انترفيرنج ار ان اي ده مي كنترول اند ريجوليت ذا اكسبريشن اوف ذير بيرنتال جينز. ممكن بقى هو اللي الاس اي ده هيعمل تحكم فيه وينظم لي عملية الاكسبريشن اللي بتحصل لجينات الأصلية التمبلت من خلال ميكانيزمز such as RNA interference RNAi. يبقى ده الميكانيزم الخاص بالانترفيرنس RNA أو الRNA المتداخل، وده بنتكلم عنه تفصيليا برضو في الجزء الخاص بأنواع الRNAs. طيب يعني هي كلها والتوضيح الدبل ستراند بس بميكانيزم آخر للسودوجينز للMRNA. كان لابد ان الفيجر ده مثلا عشان يبين لي اولا الحالة اللي على الشمال دي بتبين الحالة النورمال flow of formation للبروتين او البوليبيبتايد بشكل اصح. فانا عندي جين عادي طبيعي خالص نورمال جين اللي على الشمال، وجنبه البروموتر اللي بيعمل حالة كنترول له بشكل طبيعي، ده الاوريجينال جين ترانسكريبشن بيتحول الى بري مسنجر ان اي اللي هو اماتيور ام ار ان اي، ثم انه هيحصل له بقى عمليه يتكون البولي ادينين تيل ويحصل له كابينج بالشكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو عمليه البروسيسنج، ثم يحصل له سبلايسنج بعد ما يتم عمليه استبعاد الانترونز و سبلايسنج ما بين الاكسونز اللي سابق شرحها، ثم يتكون الماسنجر ار ان اي اللي بنسميه ماتيور mRNA. ماتيور يعني ما يحتوي على كابينج في البداية والستارت كودون، ثم بقية السبلايسنج اللي تمت للإكسونز، ثم الاند كودون، ثم البولي اي تيل بولي ادينين تيل. ده بقى في الحالة دي بقى اسمه ماتيور mRNA. لكن لو كان في الانترونز وما فيش كابينج وما فيش تيل بنسميه بري ام ار ان اي. ثم بعد كده بيروح بقى في السيتوبلازم ويحصل له عمليه الايه الترانسليشن من خلال الرايبوسومز وبالاستعانه بالتي ار ان اي. ده الميكانيزم العادي. طيب لو احنا جينا بقى على الام ار ان اي، تابع بقى معايا، ممكن عن طريق ريفرس ترانسكريبشن عملية النسخ العكسي هيبقى ايه في الحالة دي؟ الـmRNA هيتحول الى cDNA، وده اول ما بعرف ان cDNA بعرف على طول ان مصدره reverse transcriptase جاي من messenger RNA.
ده طبعا هيكون سنجل ستراند، ممكن يحصل له ريبليكيشن، فبالتالي يبقى دبل ستراند من السي دي ان ايه اللي هو قلنا مصدره الام ار ان ايه لما حصل له عمليه نسخ عكسي. الجزء ده هو ممكن يعمل انسيرشن انتو دي ان ايه الاصلي بقى، فيتحول هنا في الحاله دي بيعمل فلانكينج دايركت سيكونس ريبيتس، بقى متكرره من الدي ان ايه نسخه من الجين الاصلي، فبقى عندي الجين الاصلي وفي ريبيتس لهذا الجين كقطع عليه على الدي ان ايه الاصلي، فممكن بقى تكون برضو ام ار ان ايه، بس في الحاله دي هيكون ام ار ان ايه زائف نتيجه ان نشا من جينات زائفه سودو جينز. طيب الشكل اللي ظهر بقى دلوقتي امامنا بلخص للعمليه بشكل لطيف شويه ويمكن اسهل، انا عندي فوق الاكسون والانترونز، الانترونز واخده اللون الازرق، الاكسونز واخده اللون البني فاتح، ده في عندي 3 ميكانيزمز نشوف كده مع بعض. اول ميكانيزم اللي هو الناحيه الشمال بروسيسنج، اللي هي قلنا ان هيحصل بقى ام ار ان اي في الحاله دي هيتحول بواسطه ريفرس ترانسكريبشن ترانسكريبشن الى سي دي ان اي اللي يحصل له انتجريشن ويكون الايه السودو جينز اللي سبق ان احنا قلنا ان هو بيحصل لها انسيرشن داخل الدي ان اي اللي هو الاصلي. في الحاله دي بقى اسمه سودو جين. طيب في ميكانيزم اخر رقم 2 يحدث ميوتيشن، فالميوتيشن ده هيحول الانترونز الى بقت ايه ميوتيتد انترونز، ففي الحاله دي بقت الميوتيتد انترونز بقت ايه سودو جينز، سودو جين سودو جين. تعالى بقى كمل معايا كده بقى ايه يديك ايه، هيديك ايضا ام ار ان ايه الترانسكريبتس لان ام ار ان ايه، في الحاله دي هيديني طبعا undesired بروتين خالص مش عايزينه في الخليه، برضو ده ميكانيزم. ميكانيزم ثالث هو جاي اللي هو على يمين الصوره، فبنقول unprocessed ما حصلوش طبعا processing، وبعدين لكنه بيحصل له عمليه replication نفسه الجزء بتاع الدي ان ايه، فبقى عندي repeated sequences من الايه من الجين الاصلي، ده يعتبر ايه ده يعتبر كده عمليه repetitions دي ان هو كده بقى يعتبر mutation. طيب الميوتيشن ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان يتكون عندي جين اخر بجانب الجين الاصلي، الجين الاخر اللي اتكون ده اللي هو دوبليكيتد بيبقى دوبليكيتد ايه؟ سودو جين بجانب الجين الاصلي اللي احنا بدأنا بيه. طبعا واضح ان سودو جينز من الموضوعات الهامة جدا، وعشان كده يعني قطلنا معلش فيها، لكن هي هامة لأنها مرتبطة زي ما قلت لحضراتكم بالأمراض وغيره من اللي بتصيب الإنسان، وكذلك بالدراسات الحديثة سواء في الجين ثيرابي وغيره. النوع الخامس اللي هو processed pseudo genes أو الجينات الزائفة أو الكاذبة المعالجة أو اللي تم لها بعض التعديلات، في الحقيقة هي تصنيف آخر للسودو جينز، وده بيرجع لي أن معظم التكست بوك في الموليكولار بيولوجي حبت أنها تفصلها عن النوع سودو جينز، وإن كان في تشابه في بعض حالات واختلاف في حالات أخرى. نشوف كده مع بعض. They are found in eukaryotes and they lack entrance. في lacking للانترونز. They are formed due to reverse transcription or retroviruses. يبقى هي موجودة في اليوكاريوتس not prokaryotes. وفي lack للانترونز يعني حالة فقد للانترونز، ما بتحتويش على الانترونز غالبا يعني، بجانب ان هذا بيعتمد على الريفرس ترانسكريبشن او الريتروفيروسز، وهنشوف دلوقتي الريتروفيروسز ناخد فكره عنها.
فبيقول لي إنه البروسيسد جينز ار موستلي نون فانكشنال از زي لايك بروموتر، وكمان بينقصها البروموترز زي معظم احيانا بتبقى البروسيسد جينز غالبا ما بيبقاش تحتوي على المحفزات اللي هي البروموترز نفسها اللي بتبقى بجانب الجين الاوريجينال جين اللي على التمبلت دي ان ايه. طيب بالنسبه بقى للريترو فايروسز هنشوف كده مع بعض. اهي ريترو فايروس is a virus that uses RNA as its genetic material. يعني المادة الوراثية بتاعته هتبقى الـ RNA. When a retrovirus infects a cell, أي host cell عمل لها infection بالretrovirus, it converts its genome. الجينوم الخاص بالretrovirus اللي هو الـ RNA هيحصل له إنه converts into DNA. وده بيتم بميكانيزم خاص عن طريق الريفرس ترانسكريبشن. So that is inserted into the DNA of the host cells. يبتدي بقى بعد ما حول ال RNA الخاص بهذا الفيروس الى DNA بواسطة الريفرس ترانسكريبتيز انزيم، هيبتدي يعمل انسيرشن لهذا الديني الخاص بالفيروس الى داخل الهوست سيلز، وابتدي يحصل له بقى يتعامل مع الهوست سيلز ويبقى كأنه جزء اصيل من الجينوم للهوست سيلز اللي غالبا بيكون زي الهيومن مثلا. There are a variety of different retroviruses that cause human diseases. ودي برضو من ضمن الحاجات الخطيرة ان الريتروفيروس بتسبب امراض خطيرة الحياة للانسان، such as some forms of cancer and AIDS. الكانسر ممكن يحدث برضو حالات لقوها بنتيجة الريتروفيروسز أو الإيدز اللي نتيجة الإصابة بفيروس HIV. طيب لو احنا بصينا على الستراكشر الريتروفيروس عشان نوضح الكلام ده، ادي شكل الفيروس اهو اللي هو الشكل الكلاسيكال فورم للريتروفيروسز، الليبيد باي لاير، وبعدين ما ننساش نشوف الانفلوب بروتين اللي هو الانفلوب والكابسيد بروتين. وبنلاقي بقى بالداخل اللي يهمنا بقى في الموضوع ده اللي هو الار ان اي كجينوم الخاص بالفيروس، ودايما الفيروس بيحتوي على ريفرس ترانسكريبتيز انزيم اللي يبقى جاهز انه يحول له الار ان اي الى دي ان اي علشان يعمل له انسيرشن بداخل دي ان اي الهوست. طب احنا فين بقى بالنسبه للبروسيسد سودوجينز من هذا الموضوع؟ علشان نفهم الفورميشن اوف بروسيسد سودوجينز اللي هو المربع ده، كان لابد ان احنا نفهم الفورميشن اوف كلاسيكال سودوجينز حتى نقدر نصل ان احنا نفهم البروسيسد ونفرقه عن الكلاسيكال فورم اوف سودوجينز. طيب لو رجعنا هنا هنلاقي مثلا ان ادي دي ان ايه عادي، تمبل دي ان ايه نورمال كنترول ريجون، وبعدين في عندي نون كودينج سيجمنت ممثله بالانترونز مثلا او منطقه ما هياش مسؤوله عن جين معين، بيحصل لها ترانسكريبشن بقت ار ان اي، الار ان اي هيحصل له بروسيسنج، وبعدين بيعمل اسامبلنج بالامينو اسيدز انتو بولي بيبتايد او بروتين. طب التو باثويز بقى في القصه دي ايه؟ لو انا مشيت بالخط الاولاني اللي هو يمثل دي ان اي في الجزء النون كودنج سيجمنت، لو حصل له دوبليكيشن للجينز بتاعته وفيها ميوتيشن فاصبح عندي كابي من الجين ده الفانكشنال وجنبه الكابي منه، فالكابي ده بنسميه سودو جين. ده لو احنا كده. طب لو احنا تعاملنا مع البروسيسد ار ان اي اهو زي ما احنا شايفين هيديني دي ان اي كابي اوف بروسيسد ار ان اي، هيديني دي ان اي اللي احنا سميناه
CDNA واللي احنا قلنا عليه انه بيتم بواسطة الريفيرس ترانسكريبتيز زي فكرة مين؟ الريتروفيروسيس بالظبط. وهو ده السبب في انه تشابه البروسيس سودوجينز مع الريتروفيروسيس. طيب بعد كده DNA اللي هو الكابل اللي طلع من CDNA الكابل اللي طلع من البروسيس RNA هيحصل له insertion into the cells DNA يرجع تاني يعمل دمج في الـ DNA الأصلي بجانب في التمبل الـ DNA بجانب الـ الجين الفانكشنال جين. بقى في الحالة دي بنسميه processed pseudogene وده طبعا بينتج عندي يا إما هيعمل proteins undesired أو هيعمل خلل في منظومة الخلية من حيث إن هيبقى عندي 2 RNAs فده طبعا ممكن يعمل antisense RNAs. موضوع حاولنا نلخصه وإن شاء الله يعني يكون وصل لحضراتكم السودوجينز وأهميتها نظرا لظهورها في كثير من الأمراض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.